أنا تخرجت من جامعة الكويت بكالوريوس علوم سياسية في سنة 2010. طبعا قبلها بثلاث سنوات تقريبا كنت أدرس واشتغل لما التحقت في تلفزيون الوطن سنة 2007 وطلبت شخصيا من مجلس إدارة التلفزيون بأن أقدم البرامج السياسية، لكن قالوا لي أن الوقت كان مبكر جدا من ناحية الخبرة. خليت دورة في قناة الجزيرة، دورة متقدمة جدا ومكثفة. بعدها ردينا الكويت وباشرت عملي في قطاع الأخبار والبرامج السياسية كمقدم البرامج السياسية. كنت من أصغر مقدمين الأخبار السياسية في التاريخ بشكل عام. قدمت برنامج تو الليل لمدة سنة ونصف، ولله الحمد حافظنا على الأقل على بريق برنامج تو الليل إلى أن خرجت منه. في الجانب التجاري كان عندي أفكار جديدة، ما كنت أبي أدخل العمل التجاري بأفكار تقليدية موجودة في السوق. فبدينا في مشروع وفكرة اسمها هومبري، ولله الحمد أسسنا هذا المشروع وبدينا باص واحد فكرتها محل متحرك من خلال باص، ولله الحمد خلال سنة واحدة من باص توسعنا إلى 9 باصات. على نفس هذا الإطار هي مطعم The Dark Room، أنك تعيش تجربة المكفوفين. وأيضا هذا المشروع فريد من نوعه، مو موجود منه في الشرق الأوسط. طبعا فكرة The Dark Room مو بس مرتبط في أنه يكون مطعم للمكفوفين، بل هو أنك تسوي داخل هذا الموقع مجموعة من الأفكار الغريبة. موضوع نيوز برجر ما له يعني هدف محدد، ولكن باختصار أنا أحب البرجر، فشاركت مجموعة من الشباب في مثل هذا المشروع. كان يعني فن أكثر وتجربة أكثر مما هو يعني بزنس. طبعا المشروع الكبير اللي احنا اللي أنا شخصيا قاعد أشتغل عليه واللي هو الفوكس مالي اليومي عليه هو مو المطاعم، طبعا هو شركة اسمها أو ميديا، تأسست برأس مال 0 دينار، والله الحمد اليوم هي مصنفة من أكبر شركات السوشيال ميديا على مستوى الشرق الأوسط. فكرتها باختصار أن تروح للإعلاميين والمؤثرين في المجتمع، توقع معاهم عقود بحيث يكون لها الحق كشركة أن تنشر عبر حساباتهم الشخصية إعلانات غير مباشرة. أنا دائما أنصح الشباب أخذ الريسك، جازف بشكل كبير، أخسر ماكو مشكلة، وممكن عسى الله يوفقك إن شاء الله وتنجح وتربح وتكمل في طريقك وتكون أنت مدير نفسك.